حياكم شباب، معاكم احمد عمرو. هكلمكم النهارده عن البروتين. كلنا بنروح جيم بنسمع البروتين، اهميه البروتين، الكلام ده. البروتين مهم طبعا وهنتكلم عن اهميته. طيب بالنسبه لاهميه البروتين بشكل عام، انا جسمي متكون من اعضاء، والاعضاء دي بتتكون من خلايا، والخلايا دي عشان تقوم بوظيفه على اكمل وجه لازم يبقى فيه نسبه بروتين معينه. يعني سواء انا بلعب رياضه او ما بلعبش رياضه، انا محتاج ان الدايت بتاعي يبقى فيه نسبه بروتين. بالنسبه للناس اللي بتلعب رياضه طبعا مش محتاجين ان احنا نتكلم اهميه البروتين ايه، سواء انت عايز تزيد القوه بتاعتك او تزيد الكتله العضليه بتاعتك، فانت طبعا الدايت بتاعك لازم يبقى فيه بروتين. بعد كده شباب هنتكلم على نسبه البروتين اللي انت محتاجها خلال اليوم. دي هتختلف طبعا من شخص للتاني، بس في حد ادنى ما ينفعش ان انا اقل عليه. الحد الادنى شباب بالنسبه للبروتين طبعا ده على حسب وزن جسمك وعلى حسب النشاط اللي انت بتقوم بيه، او حسب انت بتتمرن قد ايه في اليوم، الاكتيفيتي ليفل بتاعك اللي انت بتعمله خلال اليوم. نسبه البروتين بتاعتك اللي انت هتحتاجها خلال اليوم هتبقى من 1 لـ 2، يعني على حسب وزن جسمك. يعني انا مثلا لو وزني 120 كيلو، قول ان انا عندي 20 كيلو دهون، يبقى انا وزني اللي هو من غير دهون اللي هو 100 كيلو، فالبروتين اللي انا هحتاجه هيبقى من 100 جرام ل 200 جرام بروتين خلال اليوم. امتى يبقى 100، امتى يبقى 200؟ في طبعا عوامل كتير بتخش في الموضوع دوت، كل واحد على حسب النشاط بتاعه خلال اليوم. في ناس بتتمرن مره في اليوم، في ناس بتتمرن مرتين في اليوم، في حد ما بيتمرنش خالص. فهزود البروتين بتاعي على حسب النشاط بتاعي، على حسب الوزن الجسم بتاعي زي ما قلنا، على حسب الهدف بتاعي. انا بلعب بودي بيلدينج، انا عايز ازيد الكتله العضليه، انا عايز ازيد السترينث بتاعي، فالبروتين بتاعي لازم يبقى عالي. بعد كده شباب هنتكلم برضو عن البروتين واهميته في خساره الوزن او خساره الدهون. انا بنصح اي حد عايز ان هو يخسر وزن او يقلل دهون ان هو يزود البروتين بتاعه في الدايت اللي هو بيعمله. يعني انت لو عايز تقلل وزن احسن لك ان انت الوجبات بتاعتك كلها يبقى البروتين اللي فيها عالي، وكل البروتين بتاعك الاول، يعني سواء اللحم او الفراخ، هنتكلم عن مصادر البروتين، بس كل مصدر البروتين بتاعك الاول قبل ما تاكل اي حاجه ثانيه. ده الحاجتين، اول حاجه ان هو هيشبعك اسرع، فمش هتحتاج ان انت تاكل كربوهيدرات ودهون كتير، فالكالوريز او السعرات الحراريه بتاعتك خلال اليوم هتبقى اقل، فهتساعدك كتير ان انت تخسر وزن. تاني حاجه لو انت برضه عايز تقلل وزن، ان البروتين هيخليك تحافظ على العضل بتاعك، على نسبه العضل اللي في جسمك، فلو خسرت وزن هتخسر دهون مش هتخسر عضل. فطبعا على المدى الطويل ده احسن لك بكتير، لان كل ما نسبه العضل زادت في الجسم كل ما خسرت الدهون هتبقى اسهل. بعد كده شباب هنتكلم عن مصادر البروتين. ايه احسن مصادر للبروتين؟ اهم مصادر البروتين اللي انت هتجيب منها الجرامز اللي انت محتاجها خلال اليوم بتاعتك هي مصادر اللحوم او المصادر الحيوانيه. تمام، عندنا لحوم، عندنا اسماك، عندنا بيض. بالنسبه للبروتينات الحيوانيه انا بفضل السمك احسن حاجه، يعني انا ما باكلش لحمه او فراخ تقريبا غير مره في الشهر او مرتين في الشهر بكتير، بس معظم المصادر بتاعتي بتبقى من الاسماك، وبالذات السمك اللي هو السلمون. طبعا لان هي التلوث اللي فيها او الهرمونات اللي بتبقى فيها بتبقى اقل بكتير من الفراخ ومن اللحمه، بتبقى اورجانيك اكتر. السمك بيبقى عمره اقصر، لو سمك ذات السمك اللي هو السلمون او النوع ده بيبقى عمره اقصر، فما بيلمش تلوث من البحر زي الاسماك التانيه، فبتاخدها بتبقى انقى بكتير من المصادر التانيه. برضو انا بفضل البيض، وبالذات البيض اللي هو بيبقى صغير، اللي هو حجمه صغير، لان ده مش محطوط عليه هرمونات، مش محطوط عليه انتبيوتيك زي الحاجات التانيه. فللصحه العامه عموما ده في بروتين وده في بروتين، بس انا بتكلم لصحتك، انا شايف ان دولت احسن مصدرين. بعد كده شباب هنيجي دلوقتي ان انا كلت بس لسه ما وصلتش الهدف بتاع البروتين بتاعي زي ما انا عايز، فساعتها هحتاج ان انا اضيف سبلمنتس، اضيف مكملات للدايت بتاعي. افضل المكملات في رايي هو الواي بروتين، ديت اكتر حاجه هتدي لك نسبه بروتين عاليه، بروتين سريع الامتصاص ومفيد جدا للعضلات، سواء انت عايز تزيد الكتله العضليه او عايز تزيد السترينث بتاعك. ولما تجيب واي بروتين حاول تجيب حاجه واي بروتين نوع نقي، ما بقاش فيه سكريات كتير، ما بقاش فيه دهون كتير، يعني حاول تقرا دايما الكونتنت، تقرا دايما المحتوى بتاع السبلمنت اللي انت هتجيبه. تمام، في حاجه بيبقى اسمها ماس جينر اللي هي حاجات اللي هي هتزيد وزنك، بس دي هتبقى كلها سكريات وكلها دهون مش صحيه، مش كويسه لجسمك على المدى الطويل، مش حلوه، هتترسب كلها على الكلى، على الكبد، هتعمل لك مشاكل قدام. انا ما بنصحش بالحاجات دي خالص، حاول البروتين بتاعك يبقى نقي على قد ما تقدر. تمام شباب، نهايه الفيديو دلوقتي اعرف وزنك. اول حاجه انت وزنك قد ايه من غير دهون، هات الوزن دوت حوله لجرامات، وبعد كده هتشوف انت الحد الادنى بتاعك زي ما اتفقنا من 1 لـ 2 على حسب العوامل اللي احنا قلناها. لو عجبكم الفيديو اعملوا شير، لايك، سبسكرايب، ونشوفكم فيديو جديد.